ونرد على الحاجة فاطمة نقول لها صباح الفل. ألو. عليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ الله يسلمك. طب بالنسبة للحما، هل هو اللي بيتعامل من مرات الابن اللي بترد عليها، طب اللي بيتعامل من الحما ما يتردش عليها؟ يعني ايه قوليلي؟ طب ولما الحما بتعمل حاجة في مرات ابنها ما يتردش؟ كله هيترد. طيب ولما يكون مرات الابن ابنها ميت وحيد على البنات عنده 4 سنين ودفن ابنها وجاية، وحماتها تجيب شبتي وبسكويت وتقعد تفرق في قلب الشقة على ده وعلى ده، وتقول لبنتي مسرقة، تقول لها وهي أول ما فقت وتقول لها ما كان كفاية عليك البنات، أنت ليه بتخلفي تاني والمفروض ما تخلفيش تاني، بقى كفاية كده. إيه رأيك في الحما؟ أقسم بالله العلي العظيم ده حصل، وهي محروقة قلبها ودفن ابنها، وكل يوم دلوقتي بتنزل تروح التربة لابنها. وابنها كان مناعته ضعيفة، كانت بتبعت أكل في أصحر وتلوث، وبنتي من والبناتها هي من بناتها هي اللي قالوا لبنتي ما تاخديش أكل منها تاني، إيه رأيك؟ والولد عشان كان بياكل من الأكل ومناعته ضعيف، إيه رأيك؟ يعني الناس عندها كتير وجواها كتير وقلبها محروق وبس بتضحك، بس جواها نار. وبقول حسبنا الله ونعم الوكيل وسلف ودين، بس ومحدش نشر على نفسه خيمة. بس صح. سلام. بصي يعني هو الكلمة اللي قلتيها في الآخر دي مفيش بعدها، حسبي الله ونعم الوكيل. لو كل اللي حضرتك بتقوليه حصل في الأقوى من أي حد، ده كده يعني ولا عايز معاملة طيبة ولا عايز إن أنت ترضيها ولا عايز إن أنت تعملي معاها خير، ان انت توصل ان انت تبقى هي لسه دفنه ابنها وان انت تتعاملي كده وان انت ولد مناعته ضعيفه وتساعدي ان هو يتاذي، عايزه ايه تاني يعني يحصل؟ ف ما يغركيش ان هي واقفه على رجلها، ما يغركيش ان هي لسه بتتعامل وعايشه وبتضحك وي والكلام ده كله، ده ربنا بيحوش لها، دي يتشفق عليها، لان دي يعني اكيد اكيد انت هتشوفيه بعينيكي في الدنيا قبل ما ربنا يخلصه منها في الاخره. مفيش حاجه بتروح زي ما وجعت قلبك كده ووصلتك لمرحله ان قلبك يتوجع انت وبنتك وتوصلك للمرحله دي، هتدوق منه، هتدوق منه. حسبي الله ونعم الوكيل.